هذا اللي جميل بالنسبه للفريق الوداد رغم رحيل سورتو ناجم اللي كيبقى كيب النجم الاول فريق الوداد الرياضي، لانه الوداد في كل بوست كاين دوبلور. ما هذه امر مهم جدا بالنسبه للفريق اللي كينافس على مجموعه من الواجهات. كما ذكرنا الان مستمعين كنا اسماء ديال اللاعبين اللي قدروا وتغمض عينك تلعبهم تيتولار، كندوى على الحسوني على مترجي اللي لعب كذلك تيتولار، نقطه ايجابيه بالنسبه للفريق الوداد الرياضي. انا تشكيله محتمله باقي ما درناش على التشكيله المحتمله معك. غير باش نقول لك هذه وجهه نظر ديالي المتواضعه. القوه ديال فريق الوداد ما كانتش في اوناجم وما كانتش في الناس اللي كيلعبوا. القوه ديالو كاينه في وسط الميدان، ووسط الميدان بقي ثابتا جبران نقاش السعيدي كارتي. دونك لي جوار اللي كاينين له قدام الان الوداد عنده لاعبين متميزين، مترجي والحسوني القدوم ديال الكعبي بابا طوندي هما يعني من ناحيه الهجوم كاينه لا كاليتي، ولكن الحمد لله لان فريق الوداد احتفظ بداك لا بغينا نقولوا لا فورس لا فيريتابل فورس ديالو هي هذاك وسط الميدان، لانه وسط ميدان اولا عنده القدره على استرجاع الكره بواحد النجاعه كبيره، ولكن القدره ديالو على انه كيعرف يلعب. ولاحظتي ملي كيكون الكارتي ماشي في التوهج ديالو لاطاك ما كتكونش كما بغينا. دونك كنظن ان الحداد المشكل ديالو غادي يتحل انسيسامون، ولكن الوداد ما كتوقفش على ما كتوقف على اي لاعب حتى اللعابه اللي هما ولاد الوداد ما كتوقفش عليهم، فما بالك بدي جوار اللي كانوا ترونسفير للوداد وخا يلعب خمس سنين ولا ست سنين كيبقى ان جوار ترونسفير هواك نهار تتكون عنده طموحات اخرى ممكن انه يمشي، لان الوداد عندها باش عندها كاين البدائل عندها باش لعب. هو فريق الوداد كما قال السي جعفر ما كنعتقدش منها غيكون واقف على لعاب ولا جوج لعاب ولا ثلاثه، فريق الوداد كيلعب كمجموعه. فريق الوداد كما قلت يوم الاربعاء فابرز لاعبين ولا جوج لاعبين الوداد اللي عطاتهم، ماشي هما اللي عطاو الوداد، الوداد اللي عطاتهم الاسم ديالهم، الوداد اللي خلاتهم يتعرفوا قاريا، وبالتالي ما كنعتقدش بان فريق الوداد واقف على لعاب ولا عين كان. اللي جميل فريق الوداد هو كما قلنا كاينين دي دوبلوغ في اي بوست، اي بوست كتلقى لعاب في المستوى، لعاب اللي كيتسناو في المستوى الكبير، لا في حراسه المرمى من حراسه المرمى حتى قلب الهجوم اللي فيه مشكل كاين ايوب الكعبي الان. ما كنعتقدش بان غادي يبقاو مشاكل في فريق الوداد، ولكن اليوم الوداد ملي كنقولوا غيلعب على اربعه ديال الواجهات فما خصناش نشوفوا خصاص في التركيبه البشريه، كاينين لاعبين في المستوى الكبير، كاين مدرب اللي بدا كيعرف اشنو خاص فريق الوداد، ايضا كاين يوسف هشامي اللي عارف اشنو القوه ديال فريق الوداد، اشنو هما نقاط الضعف واشتغل عليهم في المعسكر التدريبي. اذا كنعتقد بان فريق الوداد ما مسموحش ليه بالتواضع هذا الموسم هذا، لان كاين اربعه ديال الواجهات، البطوله الوطنيه، ايضا كاس العرش لرهان من رهانات ديال فريق الوداد، ايضا كاس العرب وكاس اصبات ابطال افريقيا. كنظن بان لا خوف على الوداد في ظل المجموعه الحاليه، لان المجموعه الحاليه كتوفر لاعبين اللي في المستوى الكبير. حمزه سيغ فيسبوك والكومنتير ديالو ما عرفتش تتفقوا معاه ولا لا، غناخذوا راي ديال المحللين الكرام. اعتقد ان الوداد سيتاثر بتاخر الاستعدادات واهتمامهم بقضيه العصبه وغياب نجوم فريق حداد ونجم والبنزرتي ايضا. سي ابراهيم متفق مع حمزه ولا لا؟ كان ممكن اعتقد ان الوداد سيتاثر بتاخر الاستعدادات واهتمامهم بقضيه العصبه وغياب نجوم الفريق حداد ونجم والبنزرتي ايضا. هادشي غادي يبان غدا في المقابله ضد فريق المريخ السوداني في المقابله الذهبيه. بالنسبه لك انت لا اعتقد ان فريق الوداد بداو لانه وصل لواحد المستوى على انه كل حاجه كياخذها وكيعطي لها القيمه ديالو وكيحل المشاكل اللي كاينه. بالنسبه للمباريات وبالنسبه ليزونكاجمون اللي كاين عند الوداد البيضاوي هذا الموسم هذا ما يمكن لهوش تخير. انا اشاطر الراي لا ديال رياض ولا ديال سي جعفر، كلشي ذاك التحليل اللي عطاو انا اشاطره الراي لا اقل ولا اكثر. رياض إذا قلنا الوداد ما استعدش مزيان كنكذبوا على روسنا، لأن فريق الوداد استعد من فاتح يوليوز وكيستعد، أيضا كان عنده رهان وانتظار بأنه غيجري المقابلة ديال عصبة أبطال إفريقيا، لأن كان هناك حديث على المباراة بأنها كانت غتستعد، وبالتالي فكان استعدادات كانت على أعلى مستوى. ما كنظنش يعني الوداد استعد في المغرب لأنه ما استعدش في المستوى الكبير. كنعتقد بأن فريق الوداد استعد بما يكفي، استعد أيضا المباراة ديال الكأس محمد السادس عندي البطلة مدينة مراكش. ما كنعتقدش بان فريق الوداد ما استعدش، فريق الوداد كانوا استعدادات
منذ البدايه ديال الموسم، وبالعكس هو الفريق اللي ما خداش اللي ما ناش اللاعبين ديالو العطله. رياض شوف اسمح لي يا كريم، فريق الوداد البيضاوي وصل لواحد المستوى، هادشي هذا ما خصناش كاع نبقاو نفكروا فيه واش استعد ولا ما استعد ولا اي حاجه، هذه ولات حاجه منظومه، هذه داخله السير ديال الفريق. فاول حاجه اللي الفريق كيخمم ليها هو مدى استعداد اللاعبين وشكون هما اللي غادي يكونوا موجودين وعلى من غادي يعتمد. هو اولا انا ما بانش ليا شي واحد في اللعابه ولا المدربين كان مع هاد الناس اللي كيدعوا على القضيه ديال المحكمه وداك الشيء، دونك الوقت اللي كانوا الناس المسؤولين الاداريين مقابلين ان دوسي ادمينستراتيف الناس راه كانوا خدامين. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ما استعدوش بما فيه الكفايه، خصنا نشوفوا المده الزمنيه اللي كتفصل بدايه الاستعدادات مع بدايه اول مباراه. كنظن الا درتي ديبي جويي راه صافي دو موا، دو موا هي على الاقل 9 سيمانات، 9 سيمانات سي العدد المثالي باش دير اون بون بريباراسيون. النقطه اللي بغيت نضيف هو غياب ديال لا بغيت نتكلم على مساله، انا نرجع لك غير شار رياض القاضي ان الوداد ما استعدش خارج البلاد، وهذا خصنا تعرفوا هذا نتقاسموه مع المستمعين الكرام. هذيك لا كونسونطراسيون في حد ذاتها راه الغرض منها ماشي هو لونطرينمون، اما لونطرينمون راه تقدر دار بلا كونسونطراسيون، ولكن الغرض منها هو انك تجمع اللعابه مجموعين كيعيشوا اونسومبل، كتخلق ديك التوازنات لا بسيكو سوسيال ماشي لونطرينمون. لونطرينمون تنظن على ان الوداد بامكانه انه يتريني في بن جلون صباح وعشيه ويتغداو في اي مطعم وينعسوا في اي بلاصه في الدار البيضاء، دونك ما خصناش نخلطوا الاشياء. الذهاب ديال اوناجم، انا جاوبتك على الذهاب ديال اوناجم. اوناجم لاعب اللي جابته الوداد من خنيفره، مشى ولا بقى. اوناجم راه فخر الدين، راه سعد، راه بريجا، راه الاسماء كثار. هادو اللعابه اللي دوزوا وقت اطول من اوناجم، دونك الذهاب ديال اوناجم لاعب متميز، كان العطاء ديالو جيد في الوداد، ولكن الوداد ما مبنياش. انا تنقول لك الوداد لا يعني لاسيس ديالها هو وسط التيران. هذا بغيت نرجع معك النقطة أخرى بسرعة. مرة فاصل؟ لا بزربة على بنزرتي. على بنزرتي. قلتي ذهاب لبنزرتي. ماشي أنا اللي قلت. لا هذا اللي في فيسبوك اللي قال ذهاب لبنزرتي. بنزرتي جا لقى موسى ووقف الفرقة. استغل الاسم ديالو وداك الشيء ومشات الفرقة. اللي خص الناس تعرف هو أن بنزرتي في لي ماتش اللي كانت الوداد، شي حيت مشى، أنا دائما كنت كنقول هذا الشيء. من اللي كتكون الوداد أون ديفيكولتي عمر بنزرتي ما فك الوداد. كتدخل الوداد تضغط ماركي هي الأولى. إلا ما ماركاتش. الا ما ماركاتش لقات فرقه واقفه، لي مانوفر تكنيك وتاكتيك. المهم هذا ما تيمنعش على انه مدرب متمكن عنده القاب، دونك مشى لبنزرتي وجا مدرب اخر. جميع المدربين اللي دازوا في الوداد ودازوا في الفرق الوطنيه الكبيره كما بغاو يكون كلهم كانت الاستفاده. شتي طوشاك، ياك طوشاك درب الريال ودرب كل شيء، ومع ذلك الباساج ديالو من الوداد كان بينيفيك ليه، بيان سور، لانه جا في واحد المرحله من التاريخ ديالو اللي كانت اون فاز اسوندونت، والوداد عطاته واحد بحال كيثبت الماضي ديالو. البنزرتي بالرغم من لي تيتر ديالو ما ربحه مع الوداد كثر ما ربحت معاه الوداد هو.